تلتقي النفايات الكلاسيكية ومياه الصرف الصحي لترسم لوحة مريرة من التلوث في نهر دجلة الذي تجاوز 90%، كارثة بيئية أعلنتها وزارة البيئة بصوت مؤلم. مياه دجلة لم تعد صالحة للشرب أو الاستخدام، محولة إياه إلى موطن خصب لانتشار الأمراض. هو ماء المجار وين؟ كل عشر طبعا يصير تلوث، طبعا يصير اكزيما ويصير حساسيه وامراض جديه بالانسان. يعني مرت ايام علينا قمنا ناخذ من الماء نغسل ملابسنا، قامت ملابسنا تاثر على جسمنا. فتره انقطع عندنا مي، ترى بالشهر بقينا ماكو مي، سحبونا مي من الشط، سبحنا بيه صارت عندنا حكه وصارت اوفى. الشغله ثاني شيء تحسس من سبب هذا المي لان مجاري عليه. ثاني شيء النفايات كلها بالشط. يطالب أهالي العاصمة بغداد بعملية تنظيف موسعة وعاجلة ومراقبة دقيقة من قبل الجهات المعنية لإنقاذ رمز الحياة النهرية. احنا نطالب الجهات المسؤولة، الناس الطيبين، بهاي المراقبة على مود الماء وعلى مود النفايات، فتح حملة يسوون على هاي الشغلة مراقبة، يحطونا ناس اللي يذيب اللي يسوي لازم يتحاسب. احنا نريد حملة تنظيف مال المي، نشرب من عدة، نغسل من عدة، نغسل وجوهنا من عدة. قبل شين قلت لك شين تفتح البول اشرب مي منه، هسك ما اقدر اشتم الريحة مالته. ويؤكد خبراء ان كل لتر من مياه الصرف الصحي يتسبب في تلويث 4 أضعاف هذا الكم من المياه النقية، مما يشكل تهديدا محققا للنظام البيئي المائي في العراق. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوج الفضائي.